يا مساء الفل على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. موعد يتجدد مع استاد مصر وبطوله الدوري المصري الممتاز في نسخته رقم 64 واللي بتعتبر نسخه استثنائيه حافله بالاثاره والنديه، سواء فوق في المنافسه على القمه والمربع الذهبي او تحت في الهروب من القاع ومثلث الخطوره. موعدنا مع مباراه قويه ومنتظره ما بين المصري بورسعيدي وفاركو ضمن الجوله 16، ومواجهة مهمة وليها أبعاد مختلفة كتير. الفريقين أكيد عندهم الرغبة في الفوز في ظل الظروف الصعبة اللي بيمروا بيها. المصري مع حسام حسن رغم الأداء الجيد والتحسن، لكن التعادل في آخر ثلاث مباريات على التوالي أكيد هيكون دافع مهم وقوي ليهم علشان يعودوا لدائرة الانتصارات. ورغم صعوبة اللقاء، لأن بيواجهوا فرقة من الفرق كمان عندهم مدير فني جديد وهو طارق العشري، لكنهم كمان بيتمتعوا بصلابة دفاعية من وقت ظهورهم وسط الكبار في الدوري المصري الممتاز، واللي أكيد بيسعى لفوز أولا معنويا يفرق مع الفريق في ظهور رسمي أول للجهاز الفني، والخروج من نفق الهزايم بعد الخسارة في آخر مباراتين. على الخطوط حسام حسن المهاجم الفريد من نوعه في مواجهة مدافع كبير وهو كابتن طارق العشري، فمن سيحسم الياس الجلاسي في مواجهه كتيبه طارق العشري ودفاعاته بقياده رامي صبري ومودي وعبد الله بكري. على ارض الملعب نجوم هنا ونجوم هناك، واكيد الفوز هو العنوان الرئيسي لهذا اللقاء اللي بينطلق في الخامسه من بعد ظهر اليوم على استاد السويس الجديد المصري في مواجهه فاركو. شفنا ايه في الجوله 16؟ تعالوا نفتكر مع بعض. يوم الجمعه اتفرجنا على ثلاث لقاءات قبل طبعا لقاءات الجوله. تعالوا نفتكر مع بعض ايضا موقف الفرقتين. المصري اللي ظهر في 15 لقاء فازوا 4 مرات، اتعادلوا 8 مرات، وتلقوا الخساره 3 مرات، سجلوا 14 هدف واستقبلوا 15، ولهم من النقاط 20 نقطه وبيحتلوا بيهم المركز الثامن. في مواجهه فاركو اللي ظهر في 15 لقاء ايضا لكنهم فازوا مرتين فقط لا غير، اتعادلوا 7 مرات وتلقوا الخسارة في 6 مباريات، سجلوا 11 هدف واستقبلوا 16 هدف ولهم من النقاط 13 نقطة وبيحتلوا بيهم المركز ال13. اتفرجنا يوم الجمعة على تعادل إيجابي ما بين أسوان وطلائع الجيش على استاد أسوان بهدفين مقابل هدفين، ثم الفوز الثاني للدرويش بقيادة ميدو على الداخلية ب3 أهداف مقابل هدف، وتعادل المقاولين العرب مع الاتحاد السكندري على استاد المقاولين، تعادل كان سلبي. النهارده عندنا لقاء وحيد، المصري بيواجه فاركو الساعة 5 على استاد السويس الجديد، وبعدين عندنا بكرة 3 لقاءات، امبي في مواجهة سموحة، وسموحة في الظهور الرسمي الأول أو العودة بالنسبة لأحمد سامي، ومواجهة طلعت يوسف في لقاء مهم جدا الساعة 3 إلا ربع. بيراميدز هيواجه سيراميكا كليوباترا اللي بيرتدي ثوب جديد أيضا مع معين الشعباني الساعة 7 مساء على استاد الدفاع الجوي. وفي نفس التوقيت قمة الجولة الزمالك في مواجهة فيوتشر، لقاء مهم جدا للكتيبة البيضاء بقيادة أسامة نبيه في مواجهة علي ماهر مع فيوتشر. وعندنا لقاء يوم الاثنين الساعة 5 البنك الأهلي أيضا بقيادة جديدة للأبروسي اليوناني نيكوديموس بابا فاسيليو في مواجهة مين؟ فريقه السابق غزل المحلة المنتشي بفوز مهم جدا على الزمالك بقيادة المتألق عبد الباقي جمال، هيكون اللقاء على استاد القاهرة الساعة 5. وطبعا لقاء
تم تأجيله ما بين حرس الحدود والنادي الأهلي نظرا لمشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية، وكل التوفيق إن شاء الله للقافلة الحمراء. تعالوا نشوف كمان إيه اللي بيحصل في جدول الترتيب قبل انطلاق لقاء اليوم. الأهلي على القمة ب 37 نقطة بعد ما لعب 15 لقاء وحقق منهم 11 فوز. فيوتشر في المركز الثاني ب 31، بيراميدز في المركز الثالث ب 30 نقطة. المقاولين العرب بيأتي في المركز الرابع ببداية رائعة مع شوقي غريب ب 28 نقطة، الزمالك في المركز الخامس ب 26 نقطة وبنفس رصيد الاتحاد السكندري في المركز السادس، غزل المحلة في المركز السابع ب 25 نقطة، المصري ثامن ب 20 نقطة، أسوان تاسع ب 19 نقطة وأيضا تألق كبير لكتيبة أيمن الرمادي، سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر ب 17 نقطة وبعدين فرقتين ب 16 نقطة، سموحة في المركز ال 11 وطلائع الجيش في المركز ال 12. ثلاث فرق ب 13 نقطة، فاركو بيأتي في المركز ال 13، إمبي في المركز ال 14 والداخلية في المركز ال 15 واللي أكيد بيسعوا أكيد برضه لبداية طيبة مع علاء عبد العال بعدما تغيرت الأمور هناك. رحيل رضا شحاتة وتولي علاء عبد العال أو عودته لبيته يعني. مثلث الخطورة بيبتدي من عند البنك الأهلي في المركز ال 16 ب 12 نقطة وبنفس رصيد الدراويش اللي تخلوا أخيرا عن المركز الأخير وبعتوا حرس الحدود للمركز ال 18 واللي معاهم 11 نقطة فقط لا غير. للدخول فنيا في لقاء اليوم ومواجهة حسام حسن وطارق العشي على الخطوط، المصري بيستضيف فاركو على استاد السويس الجديد، ثلاثة من نجومنا الكبار بعد الفاصل، كابتن أحمد الكاس، كابتن عبد الستار صبري وكابتن عمرو دسوقي في استاد مصر.